المؤشر العالمي جي اف اي للفتوى التابع لدار الافتاء المصريه والامانه العامه لدور وهيئات الافتاء في العالم اكد انه جماعه الاخوان الارهابيه طول الوقت بتقوم بتغليف ارائها السياسيه بصبغه دينيه وانه دي من ادوات الجماعه اللي بتستخدمها لنشر اكاذيبها والتاثير على عقول الناس وان قانون التصالح مبادره وطنيه بتحاول الجماعة الإرهابية تشويهها للهجوم على الدولة من خلال منصاتها الإعلامية اللي بتقول فتاوى وبتهاجم القانون وبتصوروا على إنه مخالفة شرعية وتستغل أساليب الكذب ونشر الشائعات والتحريض على العنف وأكد إنه تم رصد 1500 مادة إعلامية مختلفة بتقوم بالهدف ده ومية في المية منها هجمة قانون التصالح